ولا هم ليش بالكم سموها كنيسة؟ سموها كنيسة لأنه الرهبان بيكنسوا فيها. شو يعني بيكنسوا؟ يعني بيختفوا، لأنه دائما بترهبنوا التفاصيل وبيظلهم جوا وبيبينوش على الناس وبيخلطوش الناس، فبيكونوا إيش؟ كما يكنس الظبي. لاحظوا، كنس كنوسا يعني زي على وزن نزل نزولا. لاحظوا يعني دخل في كناسه. أشهر عبارات بيستخدموها للشرح العلماء إنه دخل الظبي في كناسه، إنه الظبي اللي بيكون بيجري بعدين في الأخير بروح وين؟ بدخل بين الحشائش في المكان اللي متعود يختفي فيه. العبري إيش؟ دخول اللي هو الفضها كنيس. نخناس كمان عند ما هو دير بالكم الأصول، أصول واحدة. نخناس يعني شو نخناس؟ دخل. وكنيس ادخل. ادخل لا، عندنا الآن أدق، الخنس بيكون بعد تقدم تراجع ماله. ممكن أثناء التراجع يحصل اختفاء، بس هو الأصل المعنى تقدم ثم رجوع. أثناء الرجوع ممكن يحصل اختفاء في الخنس، تمام، بس هو مش معنى الخنس. من الأمور اللي ممكن تترتب على الخنس الاختفاء، بس مش معناه. أما الكنس يعني كيف؟ حتى الكناسة على فكرة، الكناسة اللي بتكنسوها هذه هي أصلا بتلموها. بتلموها وين؟ بتحطوها في مكناسها، محل ما بتخبوها. ولا لا يكون الكناسة الناس بيظهروها. الكناسة ليش بسموها كناسة؟ بتكنس انت بتلم 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 بتلم. وين بتروح فيهن؟ وين بتروح فيهن؟ في السطل، في كذا، الا العفنات والعفنين اللي هو حتى العفنين بيحطوها هيك الكناسة تحت الحصيرة. المهم لذلك كناسة تتخبى.